طيب، على ذكر لاعبي الكرة، يمكن الترند على السوشيال ميديا وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن انه اول مباراة لمصطفى محمد نجم نادي الزمالك السابق ولاعب نادي جلطة سراي التركي السابق والحالي لنادي نانت الفرنسي في بطولة السوبر الفرنسي كانت في اسرائيل. طبعا فريقه اتهزمت ب4 اهداف، لكن يعني كان غضب على السوشيال ميديا من مشاركة مصطفى محمد في المباراة في اسرائيل، مع العلم ان هو ما بيمثلش مصر او مش باعتباره لاعب مصري، هو باعتباره بيشارك مع نادي نانت الفرنسي. شايف الموضوع ده ازاي؟ الموضوع ليه ابعاد كتير جدا، بس نرجع برضه ونقول ان مفيش بعد اكتر من ان ارضنا عربيه. كون ان انا اشارك مثلا في مهرجان مثلا كروي زي كده فعلى اراضي مثلا مستحله ارضنا العربيه او ارضنا بقى خلينا نقول ارضنا المسلمه، فده شيء يعني غير مقبول. مثلا انا مش شايف ان هو مش حاجه كويسه، يعني شايف ده حاجة مضرة أكتر ما هي نافعة. مثلا أنا شارك في أرض، يعني مثلا تعال نقيسها على مثلا عندنا، مثلا واحد مثلا أخذ مني بيتي، أنا ابنه بيتجوز فأروح أبارك له في بيتي اللي مسروق، فهي نفس الفكرة، بس طبعا مع فارق تشبيه. طبعا دي أرضنا العربية وأرض كل المسلمين وأرض كل العرب. ف يعني أنا يعني الحمد لله إن هو خسر 4 بس، يعني بصراحة نتيجة كويسة جدا يعني.